في ذهاب دور 16 فرط الهلال في تحقيق انتصار على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي بعد نهاية المواجهة بالتعادل السلبي، مما يجعل الحسابات مفتوحة في لقاء الإياب الأسبوع القادم. الهلال لم يكن مقنعاً، والشوط الأول تحصل على فرصة واحدة فقط، والشوط الثاني واصل أداؤه السلبي رغم استسلام المنافس الذي لم يخلق أي فرصة للتسجيل. مواجهة الإياب ستكون صعبة لأن الأرقام تقف في صالح الفريق الأوزبكي، فهل يستطيع الهلال العودة؟